طبعاً نحن عارفين في قلب العاصفة، عاصفات 11 يوم ثلاثة، يوم ثلاثة طبعاً قالوا الخبراء بشيء من العمانية إنه شيء أمطار تجي علينا صحن صحاب، وطبعاً النار شيء لا يوصف صراحة، لا يوصف. الحمد لله رب العالمين توفق وخبراء بشيء اختبر معانا لأخر قوة السحب تشهد الخابورة، لأخر قوة السحب أمطار الحين أمطار بالضبط باتجاه صحار ولا صحار. عليكم السلام ورحمة الله. Let's go.